تعرف بحضرتك الاول؟ ماشي. دايره ايه؟ دايره الضوء. ماشي، قول لنا اطلب ايه من المرشحين اللي نجي في البطوله؟ ان هم اطلب منهم يتوجهوا للشعب المصري، كل واحد يمثل الشعب المصري، يشوف خدمات المناطق بتاعته او الدايره بتاعته، ما يبصش لنفسه بس. شيف احمد عبد الله. قول لنا انت كان ليك صوت؟ كان صوت مع مستر جمال فهمي. اه طيب. كان بيدرس 3 سنين، بيدرس في ليا في اعدادي وكده. اللي نجح عندكم نفسك يعمل ايه في البرلمان؟ نفسي يهتم شويه بدار الكرداسه وينظفها، ويهتم شويه بالدراسه والتعليم، ويهتم شويه بالمدارس، ويهتم حاجات كتير قوي، ويهتم بالصحه اللي عندنا يطورها، ويهتم حاجات كتير قوي. الطرق عندكم محتاجة نظافه ومحتاجة حاجات كتير قوي. مصطفى جمال ابتدى كمان. قول لنا انت محتاج ايه من مرشحين مجلس الشعب؟ اولا لازم المرشحين دول ينزلوا المناطق نفسها او المنطقه اللي هي تبع الدايره بتاعتهم، لازم يتعاملوا مع الناس ويشوفوا الناس ذاتها عايزين ايه ومحتاجين ايه والمشاكل اللي بتواجههم. ما يقعدوش في المكتب بتاعهم او مثلا هم ما يكسبوا، هم يقعدوا في بيتهم او يروحوا في حتت، هم بيروحوا المجلس عشان يروحوا ياخدوا فلوس، ولا يروحوا يقعدوا يناموا هناك، ولا يعملوا ايه بالظبط. المفروض ينزلوا يشوفوا المشاكل بتاعت المنطقه بتاعتهم، هم الناس انتخبوهم ليه؟ المفروض ينزلوا يشوفوا المشاكل ويحلوها ويساعدوا الناس في حل المشاكل بتاعتهم، والمفروض يحسنوا من مستوى المنطقه بتاعتهم، عشان هم بعد كده لما حاولوا ينزلوا في الانتخابات مره ثانيه اكيد الناس هترشحهم تاني وعملوا حاجه اصلا للبلد. هما كل واحد همه على نفسه، مش همه على المنطقه بتاعته اللي هو بينزل فيها. بينزل فيها علشان اسمه، علشان يقول لك انا مرشح سابق او مرشح حالي، او يكتب البطاقه بتاعته اسمه او مرشح مجلس الشعب. طب ايه اكتر المشاكل اللي انت شايفها نفسك تحل؟ صحه، تعليم، في بالظبط في التشريع، يعني نفسك يشرعوا قوانين تعمل ايه؟ تعالج ايه؟ تعالج مشكله ايه؟ هو في كتير. هو انت لو بصيت اصلا احنا عندنا قوانين، اكبر بلد عندها قوانين، بس القوانين المشكله اللي هي ما بتطبقش، هي عايزاها حد يطبقها بايد من حديد بمعنى اصح. فاحنا عندنا اكتر بلد بتطلع قوانين وبتشرع قوانين، ومجلس الشعب اكتر حاجه بتطلع قوانين بس مالهاش اي لازمه، ما بتقفش على حاجه. عامل زي العرب زمان كان بيقعد يقول لك ايه؟ اتفق العرب الله يتفق. هما مجلس الشباب عندنا ماشي كده، هما بيقعدوا يهللوا ويناموا، واللي رايح واللي جاي، وفي الاخر ما بيعملوش اي حاجه. هو عايزين مجلس الشعب يقول كلمته، شرع قوانين يطبق، يخلي القوانين تطبق فعلا، يراقب على الحكومه، يكشف الفساد، لازم يعمل حاجات كتير قوي للبلد. لازم يبقى في مجلس الشعب قوي، هو اللي بيمثل الشعب بمعنى اصح. شكرا. شكرا. مصطفى، ايه اللي انت عايزه من اعضاء مجلس الشعب؟ اعضاء مجلس الشعب، هو انا شايف ان كل حاجه في البلد لحد دلوقتي مش تمام. طيب يعني إيه؟ مش كل حاجه بنصلحها. ايه بقى اللي انت عايزه تصلح؟ 1 2 3 هو اولا الشرطه تنزل اقوى بكتير بشويه، بس تنزل الحل بالعدل. اي حاجه في الاقليه، 2 البيئه، تسعير المنظر حوالينا، الصحه مفيش اصلا، هو غالبا مفيش. في هي باقي الحاجات اصلا يعني انا عشان مش عارفها كلها، انا مش شايف حاجه انا رحتها لحد دلوقتي اللي هي تمام، هي كل حاجه لسه الاول. محمد، لا مفيش حاجه مظبوطه في البلد، يعني هنتكلم من اول رئاسه الجمهوريه لحد الحكومه لحد الطبقات الادنى من كده، سواء مجلس الشعب او مجلس الشورى، الكلام ده كله مفيش حاجه مظبوطه في البلد. فانا مش هقدر اطالب اللي جاي بسلطاته المحدده المقننه البسيطه جدا ان هو يعمل تغيير، لان هو مش هيقدر يغير السلطات اللي اعلى منه. بس طب انت عايز يغير حكومه، ما هو ليه حق يغير حكومه؟ ليه حق يغير حكومه بس بالاجماع، وما في ما اعتقدش او ما فيش حد دلوقتي على الساحه موجود اقدر ان انا احط فيه الثقه بتاعتي، او ان انا اقول ان دوت داخل يغير او دوت داخل يعمل حاجه ازاي كذا، فاهم زي اللي انت بتقوله؟ ما غير حكومه، ما فيش كلام. هتنزل انتخب ولا لا؟ السبب؟ ليه؟ ما نعرفش. هتنتخب مين؟ هو بصراحه لحد دلوقتي اصلا ما شفتش فرق الدعايه.